مباراة كان مستواها الفني متواضعا إلى أبعد الحدود، رغم أن الفريقين يتعارفان جيدا، خاصة الموسم الماضي في الرابطة الاحترافية الثانية. الشوط الأول لم نسجل فيه الفرص الكثيرة عدا هذه المحاولة عن طريق حروش، سلسلة من المراوغات كرته مرت جانبية. شوط أول انتهى كما بدأ بتعادل الفريقين 0-0. 3 دقائق بعد بداية المرحلة الثانية وبعد هذه المخالفة والعمل الثلاثي الجماعي، الكرة تنتهي عند اللاعب شرفاوي برأسية جميلة ومتقنة يفتتح باب التسجيل. الرد جاء سريعا وبهذه الكيفية من جانب فريق مولودية بجاية بواسطة يطو الذي كان يخادع الجميع، ثم تسديدة وجدت الحارس الزايدي في المكان المناسب. محاولة أخرى من جانب فريق أمل الأربعة. الدقائق المتبقية كانت فيها المباراة مفتوحة على كل الاحتمالات كرة بكرة، لكن الأمور بقيت على حالها إلى غاية اللحظة الأخيرة رغم هاتين المحاولتين الخطيرتين من فريق أمل الأربعة. هذه واحدة من أخطر المحاولات في المرحلة الثانية، والكرة الأخيرة كانت من جانب فريق مولودية بجاية، لكن الأمور بقيت على حال هدف دون مقابل. نتيجة سلبية لأن الفريق كان محتاج لنتيجة إيجابية باش ننطلقوا، ولكن يوم شفنا الفريق تاعي كان يعني خايف حقيقه، كريسبي بزاف، كان يحوسوا على النتيجه والاداء من الخصم. ما كانش ملعبناش فريق كبير اليوم، كنا ناجبين نروحوا يعني بسهوله بالنتيجه، ولكن بعد الهف اللي درنا سجلوا علينا. وهذه كره القدم كما يقول لك، خاصه يعني بعد 5 مقابلات ما فيش نتيجه، يعني الاداره لازم تلقى حلول. فهمت فوالا انظر المستقبل تاعي راح يخلص اليوم بعد 5 مقابلات ما فيها نتيجه، لازم بتاتر ولا كاين شوجمون بتاتي فيا فرانديك اللي كيما يقول لك في لي سيمان اللي جايين. ما في حتى مشكل، انا الموبيخ يا احبابي تحملت مسؤوليه باسكو شفت الفريق واش يسوى واش عنده، وقبلت يعني المهمة هذه نورمال. كانت كاين اون بريسيون علينا شوية باسكو سيرتو هنا في صدادنا هنايا ادوميسيل روسيفو كونتيني كيب وين العام اللي فات ربحتنا، وين اليوم ثاني كوزونا با مال دو بروبليم. اليوم شوية هذه قلت لنا لا بريسيون اثرت شوية على اللاعبين تيرمون يباو يديروا اداء كبير ونتيجة عريضة وكلش، لهذا الاداء ما كانش كيما اللي كانت الماتش، مي لا فولونتي كانت كاينة، لا كومباتيفيتي كانت كاينة تاع اللعابة. امنا بوندو 80 مينوت